وقل اعملوا، وقل اعملوا، علينا أن نعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآن العالم كله متعطش أن يعرف الحسين ويعرف مذهب أهل البيت ويعرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويعرف الأئمة الاثني عشر ويعرف فضائلهم ومناقبهم ويعرف خصومهم وأعداءهم وظالميهم. لذلك الآن الحسينيات والمساجد والمؤسسات الإسلامية كلها تفرض علينا وعليكم أن تبذل، اللي عنده قدرة خطابة يخطب، واللي عنده قدرة على الكتابة يكتب، والذي عنده قدرة على أي طريقة شرعية حسب قول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى رب سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تحيوا هذه النفوس المريضة. ولا تنسوا قول الله تعالى: فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انشروا أهداف ثورة الحسين بالعالم بواسطة الإنترنت. الآن ما من بيت يخلو من الإنترنت، الآن حتى أطفالنا بالابتدائية يتعلمون الإنترنت. ارفعوا أصواتكم عن طريق الإنترنت، عن طريق الكتابة، عن طريق الكتب والنشرات، عن طريق الحسينيات والخطابات والاجتماعات ومواكب العزاء، عن طريق الزيارات. يعني زائر الحسين لما يتحرك من الكويت، من البحرين، من بلاد الصين، من إيران، من الهند، من باكستان، من الأفغان، من سوريا، من لبنان، من أي بقعة